هذه الوقفة وهذه الفعالية التي تنظم في الدار البيضاء بمشاركة كل مكونات هذا الشعب تعبر عن أن الإدانة لهذه المجازر التي ترتكب في حق المسلمين في بورما، هذه المجازر التي تستهدف شتات المسلمين من بورما، فنحن نقف اليوم لكي نعبر عن تضامننا، لكي نعبر عن مساندتنا، لكي نعبر عن تأييدنا للمسلمين هناك، ومن جهة أخرى لكي نعبر عن إدانتنا وعن رفضنا وعن غضبنا على هذه المجازر التي تستهدف المسلمين. باسم جمعية الرعاية للأعمال الاجتماعية والثقافية برئاسة سي عبد العالي بن جلون، احنا جينا هنا اليوم واقفين مع هاد الناس بقلب قبل من الجوارح كلها. حنا كنستنكروا وكنستبعدوا هاد الاشياء اللي وقعت لهاد الناس، لانهم هما ما كيطالبوا لا بالكراسي ولا بمصالح، وانما كيطالبوا مساكن بالمأجل العيش. وكمسلمين حنا كنرفضوا وحنا قلوبنا مدمومين على هاد الامر. نسال الله سبحانه وتعالى يبين الحق ورينا في الصهاينه وفي اليهود وفي الظلمه، لان الله سبحانه وتعالى قال اني حرمت الظلمه على نفسي وجعلته بينكم محرمه. احنا نسال الله سبحانه وتعالى يورينا فيهم يوم في الدنيا قبل الاخره، هما فسدوا عليهم دنياهم، ونسال الله سبحانه وتعالى يفسد عليهم الاخره ديالهم. بالنسبه للوقفه ديالي انا كنقول للمغاربه راه 10 اكتوبر راه تاريخ جيد جدا، حيت عالمي الصحه العقليه وطني المرأة المغربية فوق وفا الفكرة البرتقالية، حيت 48.9 ديال المغاربة شوية لاباس. وشكرا على حسن استصغائكم. المصدر وزير الصحة شخصيا هو اللي أعلن بها. لا لا Et la question c'est, je sais qu'il y a des coups maintenant sur Terre, je sais que l'homme est capable du pire, on l'a vu, je sais que l'homme est capable de devenir un véritable terroriste à chaque instant. Mais ce qui me tue, ce qui nous désole, c'est le silence de la communauté internationale, c'est le silence, c'est cette géométrie variable. Est-ce qu'un enfant, est-ce qu'un enfant de cette région du monde est moins important qu'un enfant ailleurs? Est-ce qu'une femme, quand elle se fait massacrer en Birmanie, est-ce qu'elle vaut moins qu'une femme qui prend le métro et qui se casse le bout du doigt et tout le monde en fait une histoire? Donc, c'est ça qu'on dénonce. C'est comment se fait-il qu'on soit comme ça capable de pardonner des choses dans un endroit et de fermer les yeux sur un endroit du monde? Pourquoi? Parce que la Birmanie n'a pas de pétrole, parce qu'il n'y a pas des intérêts, parce que c'est des musulmans, tout le monde s'en fout. تضامنا مع الشعب البورما لما تلقاه من تهديدات ومن تنكيل ومن ذبح ومن تقتيل ومن حرق ومن اغراق في حق الاطفال في الابرياء، ضحايا الابرياء. نقول لهم من هنا هاته الوقفه، هاته هي تضامنا لتوقيف الاعتداءات الجارية على البورما. المسلمين المضطهدين اليوم مشردين بمئات الآلاف نحو بلدان أجنبية. اليوم كل مسلم أينما حل وارتحل شرقا وغابا شمالا وجنوبا هو مطلوب منه على أن يعبر عن تضامنه. هذه قضية تستر عليها المنتظم الدولي سنوات وسنوات. شكرا لوسائل التواصل الاجتماعي، شكرا للوسائط الاجتماعية التي أخرجت هذه القضية من غرق اليوم حتى طفت على الساحة. أكيد على أن القوى الحرة والشبابية والجمعوية والمغاربة عموما عودونا على النصرة في كل وقت وحين. نحن من هذا النداء قد بلغنا رسالتنا التي نأمل على أن تصل إلى أصحاب القرار في أي مكان أينما حلوا وارتحلوا. المفروض على أن يسود في هذا العالم جو إخاء ومحبة، لا جو ظلم لا جو دم أبدا. عشنا سنوات وسنوات من حروب ودمار أهلكت الملايين والملايين، يكفينا ما يقع في العديد من المناطق. اليوم المفروض على أن ننتصر للقيم الحرة والقيم العادلة التي أساسها المحبة والإخاء في جميع الأجواء. الرحمن الرحيم. حنا اليوم جينا لهذ الساحه ديال الامم المتحده ساحه ماريشال سابقا باش نعبروا على التضامن ديالنا مع الشعب الروهينغا في اقليم اراكان في ميانمار او بورما ضد الجرائم الوحشيه
اللي كيرتكبوها البوذيين الهمجيين، وعلى رأسهم المجرمة سان سوكي الحائزة على جائزة نوبل. وهذا إن دل على شيء يدل على أن هذه الجوائز توزع على من هب ودب وعلى المجرمين، ونطالب لجنة الجائزة بسحبها من هذه المجرمة المسمات سان سوكي، ونطالب حكام الهزيمة العرب والمسلمين بأن يرفعوا أيديهم عن شعوبهم لكي يلتحقوا ببورما من أجل نصرة شعبنا المسلم في بورما وفي كل مكان، ونطالب بمحاسبة كل من يقف يسبب العراقيل لشعوبنا التي تتألم داخليا من أجل نصرة شعب بورما المسلم.